ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث تابع سموه جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وآخر مستجدات انتشاره عالميا، واطلع سموه على الترتيبات والإجراءات المتخذة لتنفيذات توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن المواطنين البحرينيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والخطط التنفيذية لإجلائهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل سلامتهم، فيما قرر مجلس الوزراء تعليق المشاركات الخارجية للوزراء والمسؤولين وجميع موظفي الدولة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وحث المجلس المواطنين الكرام بعدم السفر إلى الخارج. شدد مجلس الوزراء على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا كوفيد-19 ومنع انتشاره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى بالامتناع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض، ومنها عدم الالتزام بالحجر المنزلي وشروطه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الكرام باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التساهل في إجراءات الوقاية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء عدة من العالم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى التوصيات التي رفعها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في ضوء مقترحات فريق العمل الذي شكله سموه لهذا الغرض، فقد أقر مجلس الوزراء عددا من الحلول التي تعالج مشكلة المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية التي لم تعتمد اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، ومنها معادلة 23 مؤهلا للخريجين والذين اجتازوا الامتحان الموحد الذي تم وضعه لقياس مستوياتهم، وتخصيص أماكن تدريبية وموازنة لمن لم يستكمل منهم سنة الامتياز، بالإضافة إلى تخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ برنامج تدريبي واستكمال سنة الامتياز لعدد 67 خريج منهم لم يجتازوا الامتحان الموحد، فيما اعتمد مجلس الوزراء قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لدراسة برامج الطب باللغة الصينية. وكلف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في الصين بتوجيه الطلبة البحرينيين الملتحقين بالجامعات الصينية بدءا من العام 2017 والأعوام التي تليها بالتحويل إلى أحد الجامعات الستة الموصى بها، فيما وافق المجلس على تحديد مستوى أصحاب المؤهلات غير المعتمدة في طب الأسنان من الجامعات الصينية من قبل إحدى الجامعات الإقليمية، وإعداد برنامج تدريبي للمتعثرين وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، فيما كلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للصحة بمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بموضوع المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية. ثانيا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول المشاريع التي تنفذ
تنفذ من برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022، والذي تضمن بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تنفذ على المستوى الوطني وتلك التي تنفذ على مستوى كل وزارة ونسب الإنجاز فيها، والتي عرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على دليل استرشادي لأصحاب المشاريع المنزلية يكون مرجعا لأصحاب المشاريع التي تدار من المنزل والحاصلين على رخصة قيد المنزل المنتج من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، والذي عرضه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. ويهدف الدليل إلى التأكيد على معايير الصحة والسلامة لأصحاب تلك المشاريع والوصول إلى التطبيق الصحي والآمن لأصحاب المشروعات المنزلية والمستهلكين وتوفير وثيقة مرجعية لهم. رابعا، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الانتفاع بالأرض لمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية 100 ميجاوات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الكهرباء والماء. خامسا، بحث مجلس الوزراء مقترحا لتحويل استاد البحرين الوطني إلى استاد متعدد الاستخدامات، بما يعظم الاستفادة من هذه المنشأة بصورة أكبر لتنظيم فعاليات أخرى وأنشطة ثقافية وترفيهية وسياحية. قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي. سادسا، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وقرر إحالته لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. سابعا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 261 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمعاد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب. ثامنا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإنشاء مركز صحي في منطقة جلالي. تاسعا، حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، وأشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول هو مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والثاني هو مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما من خلال تقرير معالي وزير الداخلية بنتائج الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما أخذ المجلس علما بتقريري سعادة وزير الخارجية بشأن زيارة جمهورية مصر العربية والمشاركة في الجزء رفيع المستوى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقرير معالي وزير النفط بنتائج المؤتمر الدولي الأول لاحتجاز ونقل واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وبتقرير سعادة وزير الصحة بنتائج الدورة 53 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والاجتماع الاستثنائي حول فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي عقدت في القاهرة مؤخراً.